معنا وأصدقائنا من الأحزاب اللي قاعدين يتفاوضوا معهم متفقين على ذلك. نأمل أن يصل إلى هذا ويعزز حظ العائلة الديمقراطية الوسطية في أن يكون لها دور في كتابة وصناعة مستقبل هذه البلاد. وإذا كان مصدر فسنذهب إلى الانتخابات كما نحن. ونأسف لذلك الأجواء كانت جد متوترة وما كان ينبغي أن يكون ذلك. وتأكيدا على احترامي وتقديري صحمد إبراهيم ولأصدقائنا رغم اختلافنا الكبير، فإنني أحجم عن تناول هذا الموضوع الآن في هذه الندوة الصحفية، وإن شاء الله سنتناولها في اللقاءات إن سمحت الظروف في ذلك. وقت العدوان على غزة تتفكروا التوانسة، نحب تو نسمي المنتوجات اللي قطعناها كتوانسة بضائع أمريكية، وقتها مش حتى إسرائيلية، بضائع أمريكية صارت حملة وطنية في تونس وخرجت أرقام أنه أكثر الدول التي قاطعت البضائع الأمريكية في ذلك الوقت هم التوانسة. التوانسة عندها مقاومة سلمية وعنده روح مدنية متطورة. لو اليوم يتضح أنه هذا هو يمشي لدعم المجهود اللي تم عليه الاستيطان ولا غيره الابليكاسيون هذه ويقوم بحول حمله لمقاطعتها في تونس، لكن ثم خيار اخر غير الانتخابات يمكننا من بناء مؤسسه الدوله واقل كلفه من الانتخابات، اما البشريه واحنا مهتدين الا لهذا الحل. والاستثمار في الانتخابات الفلوس هذه مهما كان حجمها، احنا ندعو الى التحكم فيها، لكن مهما كانت فهي استثمار في الاستقرار والتعددية والأمن وفي بناء مؤسسة الدولة. بالحساب ما تركين مهما كان، تعرف عليها؟ لأن كان توا حجم الأموال متاع الفساد في تلك الحكم بن علي وعائلة الطرابلسية اللي كانت قبل تحكم في البلاد، آلاف المليارديرات اللي توا نتابعوا فيها. الاستثمار في التعددية وفي الانتخابات الحرة يمنع الفساد، الاستثمار في الإعلام ودعم الإعلام ووسائل الاعلام في القيام بدورها وتقديم كل الدعم لها هي مقاومه الفساد، مش فلوس تحط حرام، هي استثمار في الاستقرار وبناء مؤسسه الدوله. نحن نريد بناء الدوله، سندفع من مجهودنا كل ما يقتضي الحال ومن اموال المجموعه الوطنيه، لانه هذا كله فائده للمجموعه الوطنيه. تبقى نسبه مشاركه التونسيين في الانتخابات، الخطاب السلبي حول الانتخابات وقيسوها رابحين ولا خاسرين وفلوس ربما يزيد دعم هذا العصوب. فمقتدى يقول للتونسي أن قرارك بيدك، أن خيار بلادك كيف باش يكون في المستقبل هو بيدك، مشاركتك في الانتخابات هذه مقتدى الهيئة المستقلة للانتخابات تقوم بالدعاية اللازمة لحث التونسيين على الانخراط في العملية الانتخابية والمشاركة فيها، مقتدى الأحزاب السياسية تتجه للناخبين باقتراحاتها لمواجهة هذه الصعوبات، فإننا وقتها ممكن أن نقاوم نسبة مشاركة عالية اللي تخلي التوانسة هما يكونوا أصحاب القرار في الانتخابات. الحكومة هذه احنا عارفين مش طالبين منها، طالبين منها الوصول بالبلاد في وضع مستقر للانتخابات، مش طالبين منها أن تعمل تغييرات هيكلية واستراتيجية في وضع البلاد، ماهوش هذا دورها ولا يمكنها القيام به. الحكومة هذه بالفعل راهو فما قرارات سياسية لتلقية الملاح تتبادر في انتخابات. قلنا لها لابد وان تسرع الخطى، والحزب الجمهوري طلب واذكر اليوم حكومة السيد مهدي الجمعة ان تحدد سقف زمني للانتهاء من تحديد الاداره. لان تحديد الاداره ما يلزمش يكون ليله الانتخابات، وقت اللي ما عادش عنده معنى. نحب تحدد لنا سقف زمني مكلف الولايات وعنده مده، يقول لنا قد اعطاهم وقت باش يقوموا بالمهمه هذه، وعلى ضوء ذلك نقيم القرار اذا ترى نجح والا لا في تحديد الاداره. نطالبوا الحكومه السيد مهدي الجمعة انه يعالج الوضع الاقتصادي بما يعاون المواطن على مواجهه التحديات اليوميه في طف المواطن، ونقول له بالك تاخذ قرارات خاطئه، قلت لا فائده في العبدالله، ونقول للسيد مهدي الجمعة انه لابد اليوم ان يتحط ملف الاصلاح الجبهي على الطاوله، مش ممكن. اليوم الخبراء يقولوا فما بين 4000 و5000 مليار من الدهر الجبهي قاعده تضيع منا، واحنا لا ناخذ حتى خطوه نعرفوا